ولما بدنا نحكي دائما عن الدعم والتضامن مع فلسطين، دائما كل شخص من منبره قادر على إيصال الرسالة، إيصال الصوت ودعمه لأهلنا بفلسطين ودعمه للقضية الفلسطينية. قديش مهم هذا الشيء اليوم، وأكيد دور اتحاد كتاب العرب بهذا الشيء كان دور كتير كبير، وخصوصا بالوقفات التضامنية مع أهلنا بفلسطين. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع، معنا ضيفنا اللي صار معنا بالاستديو لليوم، الأستاذ غسان غنيم، رئيس فرع اتحاد كتاب العرب بريف دمشق، وأيضا أستاذ بجامعة دمشق. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا بك. بداية خلينا نحكي عن دعم اتحاد كتاب العرب اليوم لأهلنا بفلسطين. لا، قبل أن نتحدث عن دعم اتحاد كتاب العرب نريد أن نتحدث عن دعم سوريا الحقيقة لهذه القضية. تكاد تكون سوريا من بين يعني أهم الدول التي حاولت أن تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وعدت القضية الفلسطينية قضيتها الأساسية، بل أكثر من ذلك يعني كانت البوصلة السورية تتوجه دائما باتجاه فلسطين. سأستشهد بقضية صغيرة، أحد الكتاب الفلسطينيين من أصدقائي قال لي عندما هاجرنا، عندما خرجنا كما يسمونها عند الفلسطينيين بالعامية الفلسطينية الهجة، عندما خرجنا في عام 1948 أحد الصهاينة قال لأبيه، قال له ابقى وسأحميك، يعني قال لا سأذهب إلى سوريا، قال انتبه كل الدول العربية قد تسلم إلا سوريا، لأن فلسطين جزء من سوريا. وهذا حقيقي إلى يعني على المستوى الجغرافي وعلى المستوى الجيوستراتيجي تكاد تكون فلسطين جزء من سوريا. الأمر الآخر أن اتحاد كتاب العرب حقيقة دائما كان يعني مثقفو اتحاد كتاب العرب والكتاب والأدباء والشعراء أيضا بوصلتهم الأساسية في القضايا السياسية كانت فلسطين، وكانت قضية فلسطين تكاد تكون المحور الأساسي الذي وقف الكتاب والأدباء العرب أنفسهم على أن يكونوا مناضلين حقيقيين، أو أن يكونوا جنودا حقيقيين في المعركة ضد الكيان الصهيوني ضد الصهاينة بشكل عام. من هنا أقول بأن اتحاد كتاب العرب في هذه الأزمة أو في هذا الموقف العظيم الذي يعني جاء عقب طوفان الأقصى، وقف الكتاب العرب أولا في اتحاد كتاب العام يعني في الوطن العربي كله وقفة تضامنية مع أهلنا أولا في قطاع غزة وأهلنا في فلسطين بشكل عام، ومع المقاومة أيضا بشكل عام، إضافة إلى مجموعة من المحاضرات التي يعني كرست حقيقة للحديث عن قضية طوفان الأقصى وعن قضية الانتصار، انتصار محور المقاومة بشكل عام وانتصار المقاومة الفلسطينية، مما جعل يعني من اتحاد الكتاب، أنا أقول ليس اتحاد الكتاب، المثقفون بشكل عام واتحاد الكتاب بشكل أساسي يكاد يكون جنديا حقيقيا في معركة التصدي للهجمة الصهيونية بشكل عام، من خلال أقلامهم، من خلال أشعارهم، من خلال قصائدهم، من خلال كتاباتهم. وهناك كثير من الكتاب، حتى يعني ليسوا الفلسطينيين بالضبط، وإنما كل الكتاب العرب وأخص الكتاب السوريين وقفوا وقفات واضحة جدا ولهم مواقف مشرفة حقيقة تجاه ما حدث في فلسطين وما يحدث وما كان يحدث في فلسطين، وإلى الآن تبقى فلسطين القضية الأساسية للكتاب العرب والمثقفين العرب بشكل عام. نعم دكتور، اليوم عم نحكي عن دوركم وعن سلاح ثقافي لترسيخ ثقافة القضية الفلسطينية، واليوم أنتم أمام مسؤولية كتير كبيرة للأجيال القادمة. حضرتك خلينا نروح للكتب اللي أنا لدي كتابان تتحدثان عن القضية الفلسطينية، عن القضية الفلسطينية وعن الشعر الفلسطيني بشكل عام. طيب اليوم خلينا هيك نخص أكثر بالتعريف، اليوم ليش هذا التوجه للقضية الفلسطينية وشو مضمون الكتاب؟ أولا أنا سوري، طبعا أنا يعني أقول سوري وأشمل سوريا كلها، يعني سوريا الطبيعية إذا جاز التعبير، وكلنا تحركنا كما قلت يعني ككتاب كأدباء كمثقفين، كلنا كانت تحركنا القضية الفلسطينية، بل كنا نشعر بأننا يعني أمام غصة حقيقية أمام الاحتلال الصهيوني لفلسطين وأمام الاستيطان، الاحتلال الاستيطاني الذي حل في فلسطين.
من هنا كان يعني هناك دافع حقيقي حركني للقيام بكتابة لفلسطين عبر الكتابة عن الشعر الفلسطيني وخاصة عن الشعر المقاوم. يعني بداية منذ بدأ الشعر المقاوم منذ عام 48 وما قبل 48، يعني من أبو سلمى الشاعر الفلسطيني حتى آخر شاعر في فلسطين حتى محمود درويش وسميح القاسم وغيرهما، طبعا كتبت عن الحس المقاوم، عن الأدب المقاوم، عن الأدب الذي جسد إصرار الشعب الفلسطيني أولا على البقاء في أرضه، ثانيا على المقاومة ومحاولة دحر الاحتلال. وهناك أمثلة يعني كثيرة على قضية وقوف يعني الأدباء والكتاب الفلسطيني. نلخص دكتور الكتاب هذا مضمونه أو الرسالة اللي حملته. نعم، هذا تناول جانب فني في الشعر الفلسطيني. نعم. الجانب الذي يعني أخذ فكرة الرمز، كيف أن الشعراء الفلسطينيين كانوا يتناولون رموز معينة وينطلقون منها لجعل الشعر ليس شعرا شعاراتيا، يعني ليس مجرد شعار، وإنما محاولة لأن يكون شعرا فنيا مؤثرا وقادرا على أن يفعل من خلال التأثير الفني ومن خلال أيضا الفكرة والمعنى. على سبيل المثال أقول للحصر مثلا ما قاله أحد الشعراء وخاصة يعني محمود درويش، يقول مثلا أكواخ أحبابي على صدر الرمال وأنا مع الأمطار ساهر، وأنا ابن عوليس الذي انتظر البريد من الشمال، ناداه بحار ولكن لم يسافر، لجم المراكب وانتحى أعلى الجبال، يا صخرة صلى عليها والدي لتصون ثائر، أنا لن أبيعك باللآلئ، لن أسافر لن أسافر لن أسافر. لاحظي أن هناك مجموعة من الرموز، أولا رمز مثلا الخيام أكواخ أحبابي، أيضا الأمطار رمز يعني الخير، رمز التفاؤل، أيضا الصخرة رمز التشبث بالأرض والثبات، أيضا أسطورة يعني استحضار أسطورة أوليس أو عودة أوليس المعروفة في إلياذة هوميروس، وبالتالي كلها يعني تؤشر إلى حالة رمزية، حالة تقوم على استعمال الرمز لإظهار شيء من التأثير ولإظهار أيضا شيء جانب فني يكون له قدرة على التأثير أكثر مما تكون مباشرة الشعر ومباشرة الخطاب الشعري. وهذا الكتاب دكتور؟ هذا الكتاب تناول الجانب الأسطوري تحديدا، يعني بمعنى؟ الجانب الأسطوري يعني آلية استحضار الأسطورة في الشعر، وبالتالي كيف يوظف الأسطورة، كما رأينا في المثال السابق مثلا كيف وظف أسطورة عوليس أسطورة العودة، كيف أن يعني في الأسطورة الأساسية أن ثمة من ينتظر أوليس أو عوليس حسب يعني اللفظة العربية عادة يلفظونها عوليس، كيف أن ابن عوليس وهو ابن الشعب الفلسطيني في السياق القصيدة تيليماك كيف كان ينتظر في كل يوم، كان ينتظر عودة أبيه من التشرد من الغربة، كما هي حال يعني يجب أن نستحضر هنا أسطورة عودة أوليس أو يعني الإلياذة أو إلياذة هوميروس والإنياذة أيضا. بالتالي يعني محاولة لتوظيف الأسطورة في خدمة الفن الشعري وفي خدمة الفكرة الشعرية حتى تكون أكثر تأثيرا. انتظار عودة أوليس، كيف أن تيليماك هو ابن أوليس وأصبح هو مقابل لأبناء الشعب الفلسطيني، ومن هنا يأتي التأثير كما قلت بين يعني في استحضار الأساطير، وحاولت أن أجد يعني أين تكمن جوانب التأثير في استحضار الأسطورة، سواء كانت هذه الأسطورة أسطورة غربية أو أسطورة شرقية. خلينا نحكي عن الوقفات التضامنية اللي قام فيها اتحاد كتاب العرب واللي ما زالت مستمرة. نعم، هناك كثير من الوقفات. أولا يعني مثلا نحن على مستوى اتحاد كتاب في الريف قدمنا أكثر من محاضرة، والآن نحن في صدد تقديم أيضا وقفة إضافية تتحدث عن طوفان الأقصى وعما بعد الطوفان، يعني كحالة فكرية أنه هل سنقف عند قضية طوفان الأقصى؟ لا، وكثير من الباحثين والكتاب قالوا كلاما يعني مشرفا الحقيقة،
يؤشر إلى حالة الانتصار الحقيقية التي حققتها حققها محور المقاومة والمقاومة الفلسطينية بشكل خاص، حيث أن يعني انهد الجدار الذي حاولت إسرائيل أن تبنيه منذ وجود الكيان الصهيوني، انهد هذا الجدار الوهمي الذي حاولت أن تبنيه وتجعل منه جدارا واقيا وهميا يصد عنها يعني فعل المقاومة في فلسطين المحتلة. وأكدوا أن يعني وجود حالة مقاومة تؤكد أن المخرز يمكن أن يقف أمام العين، يعني تقف العين أمام المخرز، واستطاعت الحقيقة العين المقاومة، أنا أقولها يعني أؤشر بشكل رمزي، استطاعت العين المقاومة أن تقف أمام هذا المخرز الصهيوني الذي حاول أن يظهر نفسه لا ينكسر، ولكنه انكسر وانكسرت هيبته وانكسرت يعني الأسطورة التي حاول أن يبنيها على نفسه، وظهر أنه فعلا واهيا كما قال سيد المقاومة، واهيا أوهى من بيت العنكبوت، واستطاع 1000 رجل مقاوم أن يهزوا كل الكيان الإسرائيلي. ونرى هذه ردة الفعل العدوانية الشرسة التي تؤشر إلى حالة انتقامية يعني لم تحدث حتى في الحرب العالمية الثانية بمثل هذا الحقد اللئيم الذي يعني نراه في قتل الأطفال وتشريد الناس وقتل النساء وقتل الشيوخ. طيب دكتور، خلينا نروح لمسؤولية كل حدا فينا، إن كان من حضرتكم ككتاب، مثقفين، فنانين، ودورنا اليوم كإعلاميين. إحنا دائما عم نكون محور صباحنا ومحور كل برامج الأخبارية هو القضية الفلسطينية لنقدر نوصل هذا الصوت. خلينا نحكي عن دور كل حدا فينا، إحنا كيف قادرين نأدي واجبنا تجاه فلسطين وكل حدا مننا خلينا نقول بمجال عمله. لا، في كلهم في مجال عمله كما تقول، لا شك بأن الكتاب لهم دور، ولكن الدور الأساسي أنا باعتقادي في هذه المرحلة وفي هذه يعني النقطة المأزومة من التاريخ النضالي للمقاومة يكون دور الإعلام أكثر أعلى مرتبة. والإعلام يعني استطاع الحقيقة، وخاصة إعلام سوريا، يعني أنا أخص إعلام سوريا، أن هناك إعلامات الحقيقة لم تكن على قدر المسؤولية في هذه المرحلة. لذلك أقول يعني الإعلام له دور يكاد يكون أساسي. أولاً ذو حدين اليوم دكتور. أولاً في إبراز الممارسات الصهيونية القذرة التي تمارس بحق الأطفال والشعب الفلسطيني، سواء من حيث القتل أو التهجير أو تهديم البيوت فوق رؤوس أصحابها، أو يعني الدخول إلى المشافي والأماكن الطبية يعني التي تحرم دولياً، يعني حتى في الحروب يمنع أن يكون هناك يعني انتهاك للأماكن الطبية. ومع ذلك إسرائيل والكيان الصهيوني ومن خلفه طبعاً كل الإمبريالية العالمية لا تتورع عن أن تخترق كل القوانين الدولية وكل الأعراف المرعية في الإنسانية، وبالتالي ضربت عرض الحائق كل القوانين وكل حقوق الإنسان. يعني لا يستطيعون الآن أن يتبجحوا حقيقة بأنهم رعاة حقوق الإنسان. كيف رعاة حقوق الإنسان وأنتم تمارسون ما تمارسونه بشكل يعني وحشي؟ ولا نستطيع أن نصف حقيقة، حتى الكتاب والأدباء لا يستطيعون أن يجدوا وصفا حقيقيا لما يقوم به الصهاينة في هذه المرحلة. هم أكثر من وحوش، أكثر من يعني حالة ذئبية، حالة شرسة جدا، وحالة تقوم على يعني نوع من الانتقام البشع الذي لا يسوغه ما قام به المقاومون الذين صبروا 75 عاما. يعني هؤلاء الناس تعذبوا 75 عاما حتى قاموا بردة فعل، كما هي الحال الفعل المقاوم الذي قام به أبطال الأقصى. لكن ببساطة إسرائيل عندما قامت برد الفعل قامت برد فعل شنيع جدا، غير إنساني، غير أخلاقي، لا يراعي أي شيء من الأعراف الدولية المرعية حتى في حالة الحروب. من هنا أقول بأن دور الإعلام أولا إظهار ما تقوم به، يعني إظهار هذه المآسي، هذه الأشياء التي قامت بها وتقوم بها يقوم بها الكيان الصهيوني الآن.
بالإضافة إلى هذا إظهار دور المقاومة وإظهار التأكيد على أن المقاومة، على أن نقول لا دائما نستطيع أن نصل، وإظهار أيضا حقيقة أن نقول كل مقاومة في هذا الكون، في هذا العالم الذي نعيش فيه، انتصرت في النهاية. وهناك أمثلة كثيرة طبعا لا نريد أن نستحضرها، وكل الناس يعرفونها وهي حاضرة في الأذهان. كل مقاومة في هذا الكوكب استطاعت أن تنتصر، وعلى قوى عاتية. يعني فيتنام انتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر قوة في العالم، والأمثلة كثيرة ولا أريد أن أعدد. من هنا أقول الإعلام يجب أن يركز على أن هناك شيء متفائل حقيقة، وأن هناك شيء له علاقة بالانتصار سيحدث. أنا في آخر مقالة كتبتها الآن، يعني ستنشر غدا إن شاء الله، أن الصهاينة راحلون، ليس هذا من قبيل التفاؤل يعني البسيط، من قبيل التفاؤل الذي لا أرضية له. الذي حدث يؤشر إلى انهدام الكيان الصهيوني، بل يعني هو بدأت أحجاره، أحجار الذي بناها منذ 75 عاما بدأت تتساقط حجرا إثر حجر. وسنصل أظن في حياتنا سنصل إلى مرحلة سيكون الكيان الصهيوني لا وجود له في أرض فلسطين محتلة. هذا حلم كل حدا فينا، ليس حلما، هو حقيقة ستكون إن شاء الله. ستتجسد قريبا من خلال المقاومة كما قلت، لأن المقاومة ستنتصر. هناك فكرة بس أريد أن أضيفها، العرب والفلسطينيون يدافعون عن أرضهم، أرضهم التي عجنت بدمائهم ودموعهم وبأحزانهم بأفراحهم، لكن الصهاينة لا يستطيعون أن يقولوا نحن ندافع عن أرضنا. لذلك هم ليسوا لديهم الارتباط الوطني والارتباط الحميم الذي يكون بين الإنسان وأرضه، بين الإنسان وترابه، بين الإنسان وهواء بلاده وأرض بلاده وبحر بلاده. العرب أكثر قدرة على التشبث والثبات في أرضهم، ولكن الآخرون سيكون هناك هجرة معاكسة وسينطلقون وينتثرون في الأرض كما كانوا، وستنقلع هذه الشوكة قريبا. وأظن هذا الأمر ليس من التفاؤل البسيط والساذج، وإنما هناك دلائل كثيرة على أن فلسطين ستعود إلى أهلها والأراضي المحتلة ستعود إلى أهلها. أكيد دور اتحاد كتاب العرب كتير كبير بتوثيق أو تخليد بكتب التاريخ طوفان الأقصى اللي صار، وقديش مهم توثيقه للأجيال القادمة. أكيد يعني بدنا نتشكر جهودكم، جهود اتحاد كتاب العرب. شكرا لك أستاذ. شكرا لك. أكيد دكتور، نحن نتشكر حضورك لليوم، ودائما أنتم الأمل لبكرة بتوثيق ذاكرة الأجيال من 75 سنة، من عرب 48 لبكرة. يعني أنتم اليوم سلاحكم هو الأمل بكل شيء. نتشكر حضورك، وإن شاء الله هيك إن لقاءات أخرى ونكون بالنصر. يعني اليوم فعلتنا هيك بجرعة طاقة كثير حلوة. شكرا دكتور لحضورك. شكرا لك أيضا. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.